قصة حب يا سادة اللي صنعت أشهر حلويات المغرب، شباكية اللي كتعتبر من ألد وأحسن وأرقى وأجمل مصنع مائدة المغربي اللي ميمكنش خير رمضان يدوز بلا بيها، واللي كان سبب في الصنع ديالها هي قصة حب ما بين دري ودرية. كيف كتقول القصة الشعبية أن بائع متجول ديال الحلوى كيدور بكروسة ما بين الدروبة والزناقي ديال المغرب باش يبيع الحلوى اللي كيصوب. في واحد النهار كيدوز في زنقة من هاد الزناقي وهز عينو في واحد الشرج وشاف واحد البنت كتطلع ليه، عجباته وبغاها من أول نظرة، طاح فيها الزغبي وقرر أنه ويصيب ليها حلوى خاصة بها على شكل داك السرج اللي طلت عليه من عجنها وطيبها وعسلها كل حب، واسمها الشباك. هزها في كروستو وغادي بها لمحبوبته ومنها فرصة يطلبها للزواج. من وصل الزنقة ديال الحبيبة ديالو كانت صدمته، طل من السرجم وكتبان ليه محبوبته في نهار عرسها وما كاين غير داها وداها والله ما خلاها. داكشي على طريقة البرتقالة المرة، طلع ليه الدم ورجع للدار كيبكي وكيشكي بكثرة الفقصة. شد داك الحلوى ديال الشباك اللي باقي ما طابتش وخربقها ودخل شريط في الاخر باش ما يبقاش يشوف داك الشباك اللي كيفكر في المحبوبه ديالو اللي تزوجات وتهنات. سؤال الحلقه ونتمنى كلشي يجاوبني في التعليقات، واش مازال كتصايبوا الحلوى في الدار ديال الشباكيه ولا غير كتشروها من الزنقه؟ ما تنساوش لايك وحاولوا تبارطاجيو الفيديو الماكسيموم مع صحابكم. كان معكم خوكم عادل الشرقاوي، تلقاو ان شاء الله السيمانه الجايه فيديو جديد موضوع جديد. تهلاو ليا فراسكم.